خلال اليوم الثالث والعشرين من شهر يسجل الاطفال وبمناسبة انعقاد هذه الندوة العلمية الوطنية تحت عنوان الشباب بين الإكراهات والواقع والانتظارات المستقبلية في التنمية الإبداعية. أصارت نفسي ونيابة ضابطة أولية متقبلين متقاعدين وجميعين وحدانية لرعاية ومساندة المسنات والمسنين تتقدموا بشكل شرعي التراث والتواصل القول المتوسط والجهة الناس وجماعة الناس ووقفاتها التابعة لها والشبيبة والرياضة ووزارة الثقافة ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. على هذا العدد الإيجابي المتعلق بالعناية بقضايا الشباب وشكر الطول إلى التقاطرة والأساتذة الأجلاء على مداخلتهم القيمة التي تنعنا واستمتعنا بها. مثل الحضور الكريم إننا نهنئ المكرم الأستاذ العزيز والمعتز به المحترم محمد لمتوي الذي يستحق الاحترام والتقدير. السيدات والسادة الأعزاء، عندي شعور دائم بأني من الشباب، روحي شباب وجسمي ليس بشباب، وأتمثل من قول الشاعر الذي يقول سني بروحي لا بعدي سنيني، فلا أسخرن غدا من التسعين عمري إلى السبعين. يركض مسرع والروح ثابتة على العشرين. وفي هذه المناسبة كرجل بوتي وكرواطن غيور بشعار الله الوطن الملك نقول للشباب بأنه يتحتم عليهم المساهمة في البناء الحضاري والرؤية الصائبة المنشودة لصالح المملكة المغربية من طنجة إلى الكويرة إن شاء الله، إلى يصبو إليه الراحل الجلالة الملك محمد الثالث نصره الله وعينه وأعز أمره والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وشكرا لكم على الإصغاء للمواطن الغيور محمد بكاري السباعي الإدريسي، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. هكذا السباعي.